وأن الخوف كان ظنا في نفسي وأن الظن لا يقيم دليلا صحيحا. ما قررت مع عليكم وما دفعت به كان مستمدا من أول ما وكان لي دفع أيضا مع عليكم بأنه أدلى بما قرره في الشكوى 12-76 ولا تكون عن طيب خاطئ إن قال دول لا فورت ولا هتك ورد وأنا بسخن الموضوع وأقسم اليمين على ذلك وأقسمه مرة أخرى في تحقيقات جنوب الصحراء وتناول عن الأستاذ جميل من زاوية أنه لا يجوز أن يقسم قسمين على أمر واحد وتناولتها بالجلسة الماضية من زاوية دينية بحتة أن من اختلفت ذمته مع الله لا عجب أن تختلف معه. اللي عايز بقى أضيف النهارده معاليكم إيه بقى في التعقيد. لما المتهم ما يرتكبش أي فعل جدا ويقدم إلى المحاكمة ويسند إليه التهم، هل هذا الإسناد يتسق وصحيح القانون؟ هذا الإسناد معاليك في تصورك دفاع عن الرأي الأول والأخير لمعاليك أن هذا الإسناد ينطوي على مخالفة دستورية. ليه اللي هيجيب الدستور لواحد بيكشف عورة ولا واحد بيأيد؟ إيه علاقة الدستور والمحكمة الدستورية بالكلام ده؟ أنا حددت